انضم إلينا من جبيل بلبنان دكتور وليد كرم، رئيس قسم المعلوماتية في الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور في صباح جديد، وأبدأ كلامي مع حضرتك عن تأثير الانتقال السريع فعلا لهذه الاتفاقيات قانون الرقائق على تطور الصناعة الأمريكية بالتحديد لأشباه الموصلات. نعم، صباح الخير. هو لابد من الإشارة أنه يمكن للمشاهدين اللي ما بيعرفوا هذا القانون، هو صدر ب 2022 وبخصص تقريبا 52 مليار دولار لدعم تصنيع أشباه الموصلات سيمي كوندكتورز، وبيدعم كمان طبعا البحث والتطوير في الولايات المتحدة. الهدف منه أنه بالفترة الأخيرة الولايات المتحدة بتطوير الذكاء الاصطناعي اعتمدت بشكل عام على سيمي كوندكتورز يلي جايين من مناطق مختلفة من العالم، والرقائق يلي كان عم تنتجهم أو تطورهم الولايات المتحدة تم استخدامهم مؤخرا بإحدى التقنيات اللي بتستخدمها الصين. الهدف كان أنه منع تصدير هذه الأمور إلى الصين بالتحديد، لعدم يعني لمنع من تطوير ذكاء اصطناعي مشابه يلي عم تطوره الولايات المتحدة وأوروبا، ولمنع طبعا كمان الأغراض عسكرية. بالتالي هذا القانون هو فيه له طبعا جوانب إيجابية للولايات المتحدة، ولكن في هناك محاذير أيضا. دكتور، ما هي تبعات هذه السياسة التكنولوجية على العلاقات الأمريكية الصينية، وخاصة في ظل استمرار التوترات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؟ نعم، هي يعني الحقيقة هو هذا القانون بيزيد يعني طبقة أخرى من التوترات الاقتصادية والتجارية يلي صار لفترة موجودة بين الولايات المتحدة والصين. هو القانون صمم بالتحديد لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على السيمي كوندكتورز الأجنبية، وخاصة تلك المصنوعة في الصين، وأيضا بحذر يعني تصدير هذه التكنولوجيا إلى الصين. بالمقابل المشكل أنه الصين اللي هي اليوم بتسيطر بشكل أساسي تقريبا 80% من المواد الخام اللي تستخدم بصناعة هالتقنيات الرقائق، الجاليوم 80%، الجريان جرمانيوم تقريبا 60% من الانتاج العالمي، عم بتفكر طبعا يمكن بعد ما وصلت لهالاستنتاج، ولكن عم بتفكر انه يعني تحط قيود على تصديرها الى الولايات المتحده. بالتالي هون عم نحكي عن طبقه اخرى من التوترات، للاسف ما بنعرف كيف رح تنتهي، ولكن من المؤكد انه هذه التوترات عم بتعيق بعض التطورات التجارية بين البلدين. طب كيف يمكن بالفعل يعني دكتور للولايات المتحدة ان هي تفعل ضوابطها عشان تقدر ان هي على التصدير ومنع الصين كمان من الوصول الى التكنولوجيا المتقدمة دون ان تؤثر على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد؟ دون ان تؤثر على الاقتصاد العالمي، يمكن هناك حلول بسيطة ممكن تقوم فيها الولايات المتحدة من خلال تطبيق قيود منسميها ضيقة ولكن عميقة، بمعنى أنه تسمح بتصدير بعض الأمور يعني الرقائق الذكاء الاصطناعي ولكن غير متطورة جدا، مثل بعض الرقائق يلي عملتها شركات أمريكية مثل انفيديا، طوروا أجهزة أقل جودة أو أقل تطور وصدروها إلى الصين. بالتالي يعني عم نقول قيود ضيقة ولكن عميقة تمنع يعني الرقائق اللي بنقول أقل من 7 نانومتر يعني هي جدا متطورة من تصديرها إلى الصين. طبعا الولايات المتحدة كمان فيها تعمل تحالفات، واليوم عم نشهد تحالفات بين الولايات المتحدة واليابان وهولندا وكوريا الجنوبية لفرض قيود تصدير مماثلة بيمكنهم أنه يسيطروا على السوق العالمي بهالمعنى. دكتور، ما مدى تأثير قانون الرقائق على الصناعة التكنولوجية المحلية في الولايات المتحدة، وهل يعزز حقا من استقلالية البلاد في هذا المجال؟ طبعا اليوم عم نحكي عن 52 مليار دولار عم تقدمهم الحكومة الفيدرالية الأمريكية لشركات عملاقة مثل إنتل
وتي اس ام سي وسامسونج يلي حقيقه ما كانت من انه يبنوا معامل جديده بتكساس وباماكن اخرى بالولايات المتحده. هالشيء رح يامن فرص عمل كثير كبيره، رح يعزز الانتاج المحلي ويقلل من اعتماد الولايات المتحده على الرقائق المنتجه في الصين او باماكن اخرى. رح يساعد على البحث والتطوير والابتكار، رح يطور يعني الذكاء الاصطناعي وطبعا الصناعات العسكريه، رح يأمن تعزيز نظام بيئي مستدام ذاتيا للولايات المتحده، ورح اكيد يعني النمو الاقتصادي رح يكون واضح على هالاساس. طب الى اي مدى يا دكتور ممكن فعلا تؤثر هذه الاتفاقيات على العلاقات بين الولايات المتحده وشركات ايضا تصنيع الرقائق العالميه الكبرى زي تي اس ام سي وايضا سامسونج وانتل؟ لا، هناك زياده من يعني لمسنا زياده من التعاون بين الولايات المتحده وبين هذه الشركات، بمعنى انه هالشركات امتثلت للقانون لانه عندها مصلحه كبيره. اليوم السوق الامريكي بالذكاء الاصطناعي هو الاكبر عالميا، طبعا يليها الصين، ولكن ما فيها تخسر سوق مثل امريكا، وعززت وجودها وبنت معامل جديده، بالتالي طبعا تعززت العلاقه بين الشركات وبين الحكومه الفيدراليه الامريكيه، لانه بيعرفوا انه هو هذا يعني امريكا هي القوى العظمى في العالم، وعنده السوق الاستهلاكي الامريكي هو الاكبر عالميا. هناك طبعا تحديات، يمكن يكون في تأخير، بعض التأخير بالإنتاج، ولكنها ممتثلة إلى الآن. طبعا لا يخفى علينا جميعا دكتور وليد ذلك التطور المذهل، ومش هنبقى بعيدنا قوي عن الواقع لو قلنا هذا التطور المخيف اللي بيقفز قفزات واسعة في مجال التطور التكنولوجي. شكرا على هذا الكم من المعلومات والإيضاح دكتور وليد كرم رئيس قسم المعلوماتية في الجامعة الأمريكية للتكنولوجي، كنت معنا من جبال.